مساء الخيرات، قصتنا لليوم قصة طويلة شوي، اعذروني لأنه فيها تفاصيل صعب جدا إني أغفلها. هاي القصة كانت مصدر للعديد من الكتاب، كتبوا أكثر من كتاب عنها وانعمل حتى فيلم عن هاي القصة، وفيها تفاصيل دقيقة صعب جدا إنه الواحد يغفلها. الأشخاص اللي بيملوا يا ريت قسموها على قسمين، لكن هي فعلا تستحق إنه الواحد يسمع إلها لأنه تفاصيلها مثيرة جدا. القصة صارت في مدينة مادستو في كاليفورنيا، وصارت بتاريخ 24 ديسمبر من العام 2002. رح نسمع تفاصيل قصتنا، لكن كالعادة بعد هالفاصل القصير إن شاء الله، بعد ما تكرموني زي ما عودتوني بأنه تحطوا لي لايك، تشتركوا معي في القناة للناس اللي ما اشتركوا، وكمان تشيروا لي بعض الحلقات إن أمكن. نسمع التفاصيل. القصة بتبدأ بعودة أحد الأزواج واللي كان اسمه سكوت باترسون على منزله بتاريخ 24 ديسمبر من العام 2002 الساعة 5:15 مساء من رحلة صيد. بيبدأ ينادي على زوجته لكن ما بتلقى أي إجابة، وبكون أصلاً هو خلال الطريق يتصل عليها لكن ما بترد على تليفونها نهائياً. المهم انه اللي بيعمله بيفوت بياخد شاور، بياكل قطعة بيتزا، بيرتاح شوي، وبعدين لما تتأخر عن الموعد الطبيعي هون بيبدأ يخاف، بيتصل على افراد عائلتها اللي هم والدها ووالدتها، واللي بدورهم بيكونوا في حالة من الخوف الشديد لانه هاي السيدة المختفية اللي هي زوجته واسمها ليسي هي سيدة حامل في الشهر الثامن، فغريب انها تتغيب عن بيتها بهاي الطريقة. على طول بيتصلوا على 911 وعلى طول بتتحرك دورية شرطة وبيبدوا يلقوا نظرة على المنزل، بينتبهوا انه حقيبة ليسي ما زالت موجودة في المنزل، ايضا سيارتها ما تحركت في مكانها، وبيبدوا يسألوا الزوج عن روتين هاليوم. بيحكي لهم انه هو اخر مرة شاف فيها زوجته كانت الساعة 9:30 تقريبا صباحا، لما كان هو يستعد لرحلة الصيد اللي المفروض هو راحة فيها اليوم. بتكون هي تشوف برنامج طبخ ويبدو انها بتستعد، بتعرفوا للاعمال المنزلية العادية، وهاي اخر مرة هو شاف فيها الزوجة. من الامور اللي بينتبه عليها واحد من المحققين انه في موجود دليل للتليفونات داخل المنزل، وهالدليل مفتوح على صفحة باسماء محاميين دفاع. هاي نقطة كانت مثيرة بالنسبة للمحققين. على كل حال بيبدو يسألوا الزوج المزيد من الأسئلة، وهون بتبدأ إجاباته تكون شوي غريبة، يعني هي مش دقيقة مليون بالمية. في البداية كان حكي لهم إنه هو رايح يلعب جولف، وبعد هيك بدأ يحكي عن موضوع تاني مختلف تماما واللي هو إنه راح يصيد. مثلا سألوه شو نوع السمك اللي انت رايح يصيده. هاي الأسئلة المفاجئة على فكرة بيسألوها المحققين بطريقة ذكية حتى يشوفوا الرياكشنز، يعني ما بيهمهم شو نوع السمك اللي انت بتصيده، لكن لما تجاوب إجابة سريعة معناها انت فعلا يعني عارف أو مظبوط كلامك. زي لما نروح على السفارة الأمريكية مثلا تعمل تأشيرة، بالعادة بيسألك سؤال مفاجئ، زي مثلا إذا كنت مدرسة، أنا مرة سألني أي صف بتدرسي، مش كثير بهمه في النهاية أي صف بدرس، لكن لأنه كانت الإجابة سريعة خلاص معناته أنه كلامك صحيح. فهو لما ما عرف يجاوب شو نوع السمك اللي راح يصيده يعني كان شيء ملفت للنظر بالنسبة للمحققين. ومن الأمور اللي حكاها سكوت إنه هي المفروض راح تتمشي الكلب في هاليوم في منتزه قريب. واحدة من الجارات بتحكي إنه تقريبا هي بين الساعة 10:10 و10:17 انتبهت على الكلب بيتجول في المنطقة القريبة من المنزل، وكان واضح جدا إنه عليه كمية من الطين والتراب وإلى آخره. أخذت الكلب وراحت على بيت العائلة. بالعادة هم بيكون كلابهم محطوط عليها طوق وعليه الاسم ورقم التليفون. على كل حال هي أخذته وراحت على منزل العائلة، طرقت الباب على أساس ليسي تفتح لها، ولما ما شافت أي إجابة تركت الكلب في اليارد واللي هي الحديقة أو الساحة وتحركت من المكان، وبدت عملية بحث ضخمة عن هاي السيدة في المنتزه والمناطق المحيطة
خصوصا المكان اللي كانت تمشي فيه الكلب، مع انه هم كان عندهم شكوك كبيرة انه الزوج عنده بعض المعلومات اللي بيخفيها، لانه غريبة شخص مثلا كان في رحلة صيد اتصل على زوجته اكثر من مرة ما ردت عليه، لما رجع على البيت اخذ راحته تماما، تغدى شرب مشروب اخذ شاور، لا وكمان غسل ملابسه. يعني كانت هاي النقاط مثيرة بالنسبة للمحققين، حتى سألوه يعني شو داعي انك تغسل ملابسك، بيحكي لانه كانت رائحتها من الصيد وكانت مبلولة، ويعني قصة أبدا مش مقنعة. على كل حال بدأ التفتيش والبحث عن ليسي والكثير من المتطوعين بدون ما يوصلوا لأي نتيجة. وخلينا نترك هالموضوع شوي وأرجع فيكم لمجموعة من المعلومات عن ليسي وأيضا زوجها سكوت. ليسي هي مواليد 4/5 من العام 1975، ولدت في مدينة أسكلان كاليفورنيا، عاشت هناك لفترة قصيرة جدا مع والدتها اللي كان اسمها شارون ووالدها اللي كان اسمه دينيس. كانوا هذول الاثنين يعني يحبوا بعض وتزوجوا، لكن لفترة قصيرة جدا، خلال هالفترة صار عندهم بنت وولد، وبعد هيك صار الطلاق. هون الزوج اللي اسمها شارون أخذت أولادها ليسي والولد الآخر، تزوجت مرة ثانية من أحد الأشخاص اللي هو اعتنى في أولادها ورباهم كأنه أولاده تماما. هاي البنت في فترة المراهقة كانت تحب الحياة اللي داخل المزرعة، وعملت فترة أصلا في المزارع، حتى كانت تعمل مع والدتها في الحديقة. المهم هالشي خلى عندها شغف، لما خلصت الهاي سكول دخلت الجامعة، درست تخصص البستنة حتى تعزز عندها هالشغف. أما بالنسبة لسكوت فهو مواليد 24 أكتوبر اللي هو شهر 10 من عام 1972، ولد في سان دييغو كاليفورنيا. والده ووالدته كانوا متزوجين في مرات سابقة، وكان عندهم عدة أولاد، تقريبا 6 أولاد، لكن هو بالذات كان الابن الوحيد المشترك بينهم. من الأمور اللي كانت معروفة عن سكوت أثناء فترة مراهقته أنه كان يحب لعبة الجولف، لدرجة أنه لما كان عمره 14 عام استطاع أنه يتغلب على والده في هاي اللعبة. هالشي أعطاه فرصة أنه يحصل منحة في واحدة من الجامعات الكبيرة في الولايات المتحدة، واللي هي أريزونا ستيت يونيفرسيتي. أثناء وجود سكوت في الجامعة اللي صار إنه في واحد من المدربين ابنه أيضا كان من لاعبين الجولف المشهورين، فخاف إنه سكوت يتغلب عليه، لهيك دبر له مكيدة بإنه رتب زي يعني سهرة فيها نساء وفيها مشروب وفيها إلى آخره. طبعا هاي الأشياء ممنوعة على اللاعبين، المهم إنه بلغ عنه بعد هيك وتم فصله من الجامعة. هون سكوت حول مسار دراسته وراح على كاليفورنيا بوليتكنيك ستيت على أساس أنه يدرس بزنس، وبعد هيك غير رأيه ودرس الزراعة. بدأت حياته تمشي بالطريقة العادية جدا، وتقريبا يعني بدأ يبتعد عن موضوع لعبة الجولف. بهاي الفترة التقى في ليسي، وخليني أحكي لكم عن الطريقة اللطيفة اللي التقى فيها هالاثنين. أثناء فترة دراسته سكوت كان يعمل في واحد من الكافي شوبات، وهناك كان له زميلة في العمل. هاي الزميلة إجت تزورها صديقتها واللي هي ليسي، وسكوت كان شاب وسيم جدا، المفروض هو اللي بضيفهم على الطاولة. تعرفوا البنات أحيانا بصير بينهم حوار ودلع وإلى آخره، فحكت لها صديقتها أنه أعطي رقمك، ممكن يعني يصير بينكم نوع من العلاقة. فعلا ليسي بتتخذ هاي الخطوة على أساس أنها مزح، وبتكتب رقمها وبتتركه له الشخص اللي هو سكوت، وبعد هيك بتبدأ العلاقة بينهم على مدى سنتين، بيصيروا يعيشوا مع بعض وبعدين بيتزوجوا. بيقال انه اصلا هي لما روحت على البيت في هاليوم حكت لوالدتها انه انا اليوم شفت الشخص اللي راح اتزوجه، وكأنه قدرها ونصيبها انها تتزوج من هالشخص. وفي عام 1997 فعلا بيتزوجوا بعد ما هي تتخرج من الجامعة، وبيكون ضايل له سنة اصلا، بتبدأ هي تشتغل وهو بيكمل هاي السنة في الجامعة. يقال انه خلال هاي العام كان له اكثر من علاقة خارج اطار الزواج.
وبدأ سكوت حياته العملية بأنه أخذ قرض من والده ووالدته وفتح بار خاص فيه هو وزوجته. اشتغلوا لفترة لكن بدوا يواجهوا بعض المشاكل. بعد هيك باعوه وراحوا على المدينة الأصلية اللي كانت جاي منها ليسي، وهناك اشتروا بيت في عام 2000 بقيمة 177,000 دولار، وبدت حياتهم تستقر زي أي زوجين أمريكيين في بداية حياتهم. ليسي بدأت تعمل كمدرسة بديلة، في المقابل سكوت حصل فرصة عمل جيدة في شركة من الشركات الأوروبية، هي شركة إسبانية تعمل في مجال الزراعة وبيع الآليات الزراعية وإلى آخره، على أساس أنه سكوت يكون هو مندوبهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هاي الشركة كانت مفكرة أنه يعني يصير لها سوق داخل السوق الأمريكي. وفعلا كان هو نشيط ويتحرك بشكل سريع، يسافر يحضر مؤتمرات، على الأغلب كانت رحلات عمل وإلى آخره. وهنا ظهر عنده الجانب الآخر من شخصيته، واللي هو أنه كان يحب العلاقات، وفي كل سفراته تقريبا كان له نوع من العلاقة في المكان اللي بيروح عليه. بالنسبة لليسي بدأت تستمتع بفكرة أنه هي ربة منزل ويعني سيدة متزوجة، بدأت تخطط للحمل بالمناسبة، وما كان أبدا سكوت راضي عن فكرة الحمل مع أنه دخله بدأ يتحسن، يعني تقريبا كان يحصل 5,000 دولار شهريا، وهالمبلغ يعتبر جيد في بداية حياته العملية. المهم أنه هي استطاعت إقناعه بفكرة الحمل وصارت حامل. وهون بنرجع لبداية قصتنا، واللي هي اختفائها وهي في الشهر 8. وخلينا نرجع مع سوا ليوم واحد قبل اختفائها، اللي هو بتاريخ 23 ديسمبر من العام 2002. هي اختفت ب 24 ديسمبر. في هاليوم كان المفروض هي وزوجها باترسون راحوا على صالون للشعر بخص شقيقتها اللي كان اسمها ايمي، على اساس يعني ترتب امورها، بتعرفوا اعياد ومناسبات والى اخره. اثناء وجوده في المكان، ما بعرف الزوج سكوت بصر على فكرة انه هو رايح يلعب جولف، يعني تقريبا بخبر الجميع في المكان انه هو بكرة راح يكون مشغول، حتى انه بيطلب من ايمي انه يوصل لها زي هدية كانت مجهزيتها لجدها، لانه راح يكون يلعب الجولف في مكان قريب من المنزل اللي بيعيش فيه الجد. هون صار عند المحققين فكرة انه ممكن يكون هو بيفكر يخلق لنفسه حجة غياب خلال هاليوم. بعد ما يخلصوا من صالون الشعر بيروحوا على البيت. هنا شارون اللي هي والدة ليسي بتحكي معها تليفون تقريبا المساء، وهي آخر مرة هي بتسمع أي شيء من بنتها. بنرجع لبداية قصتنا تاني يوم صباحا، لما الزوج على أساس رايح يلعب جولف، وبعد هيك خبر الشرطة أنه لا، كان رايح يصيد في مكان مختلف تماما. من الملاحظات اللي انتبه لها المحققين أثناء التحقيق، أو خلينا نحكي سؤال سكوت، لأنه ما كانوا أصلا يعني في مرحلة أنه هم متهمين مباشرة، أنه كان هادي بطريقة مخيفة جدا، يعني واحد زوجته مفقودة حامل 8 شهور، ما في رياكشنز أو ردود فعل تدل على أنه هو فعلا خايف من هاي الفكرة نهائيا، حتى أنه يعني بيحكوا أنه ما كان مبين عليه حزين أصلا لفقدان هاي الزوجة أو لاختفائها. أيضا من الملاحظات اللي انتبهوا لها أنه هيك موقفه غريب، يعني مرات بتحسه محترم جدا مع رجال الشرطة والمحققين، مرات تاني بصير أروغنت بمعنى شايف حاله متكبر، يعني كانت الأتيتيود بشكل عام يدل على أنه في شيء غلط مع هالشخص. أيضا من الأمور اللي بتلفت نظرهم أنه هو في البداية كان حكي لهم رايح يلعب جولف، وبعد هيك تغيرت الخطة وصارت صيد السمك، بالإضافة لأنه ترك لها مسج الساعة 12:15 على تليفونها على أساس أنه ترد عليه، وهي ما ردت. المفروض يكون خايف أكثر من هيك، منفعل أكثر من هيك. لما يعرفوا أنه هو راح يصيد على طول بيتحركوا للمكان اللي كان يبعد تقريبا 90 ميل عن مكان سكنه اللي هو بيركلي مارينا، وبيبدوا يفتشوا فيه ممكن يحصلوا بعض الأدلة اللي إلها علاقة باختفاء الزوجة.
تخيلوا على طول بيتلقى اتصال من والدته أو مسج whatever إنه الآن بتم تفتيش المكان الخاص فيك في المارينا، أيضا بيفتشوا مستودعات إله هناك، وبيكتشفوا أصلا إنه هو عنده قارب، مشتري قارب جديد ما حد بيعرف عنه أي معلومات. فغريب إنه والدته تتصل عليه وتحكي له إنهم بيفتشوا المكان خلال التحقيق معه، مع أنه صارت عملية بحث ضخمة عن هاي البنت باستخدام طائرات هليكوبتر متطوعين وإلى آخره، لكن ما وصلوا لأي نتيجة نهائيا عن مكان وجود هاي البنت. أعلنوا عن جائزة بقيمة 25,000 دولار في البداية، وبعد هيك ارتفعت قيمة الجائزة $500,000 لأي شخص بيقدم أي معلومات، لكن ما وصلوا لأي نتيجة نهائيا. بالنسبة للمحققين كان عندهم شكوك مبدئية في الزوج، لكن ما أظهروا هالشي لا لوسائل الإعلام ولا حتى للأشخاص المحيطين بليسي، أفراد عائلتها وإلى آخره. لهيك كانوا كلهم أصلا بجانب سكوت وكانوا يدعموه، وعلى أساس أنه الوضع عادي جدا، الجميع يبحث عن هاي البنت اللي هي ليسي. رجال الشرطة حكوا أنه إحنا بنحقق تقريبا مع 175 شخص مشتبه فيهم، لكن هم فعليا كان تركيزهم الأكبر على سكوت. أيضا كانوا يراقبوا تصرفاته خلال وجود وسائل الإعلام، وانتبهوا على شغلة مهمة جدا، إنه هو كان يرفض تماما إنه يكون في مواجهة الكاميرات أثناء الحديث عنها، يعني اللي كانوا يحكوا والدها، والدتها، أختها مثلا، لكن هو أبدا ما توجه لوسائل الإعلام بأي شكل من الأشكال. هالشيء أثار شكوكهم بالتأكيد. من الأسئلة اللي وجهوها للزوج لما سألوه إذا كان له أي علاقات خارج إطار الزواج أو لا، أنكر نهائياً إنه يكون له أي علاقة. بهاي الفترة بتتصل واحدة من السيدات على رجال الشرطة وبتحكي إنه هي على علاقة غرامية مع سكوت باترسون. هاي السيدة واللي اسمها أمبر فري بتحكي لهم إنه هي التقت بسكوت في شهر نوفمبر، 20 نوفمبر، يعني قبل شهر واحد من اختفاء زوجته. في البداية خبرها إنه هو أعزب، وبعد هيك رجع واعترف لها إنه هو كان متزوج لكن زوجته توفت. واللي بصير فعليا إنه واحدة من صديقاتها بتعرف إنه هو شخص متزوج، فبتبدأ تهدده إنه أنت لازم تحكي لأمبر عن قصة زواجك، وإلا أنا رح أحكي لها. فعلا بيروح هو لهاي البنت وبيخبرها إنه هو كان متزوج مش متزوج، وإنه زوجته ماتت، وهاي أول كريسماس رح يقضيه بدونها. يعني قمة البشاعة الصراحة. على طول رجال الشرطة بيتأكدوا من قصتها وإنه فعلا في بينها وبينه علاقة، بيعملوا خطة هم وياها، وهي إنهم بيطلبوا منها إنها تبدأ تسجل مكالماته معها على أساس ممكن يغلط ببعض المعلومات. طبعا هي ما حكت له إنها عرفت هاي المعلومات، وهو أصلا كان يتجنب وسائل الإعلام حتى ما يظهر عليها وتشوفه هي في مرحلة من المراحل، مع إنه قصة ليسي انتشرت على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما بعرف في بعض الناس هل هو نوع من الغباء أو بيكون خلاص مخهم سكر ما بيعرفوا يفكروا بالطريقة الصحيحة. المهم إنه هي كانت عارفة بالقصة تماما. فعلا بتبدأ أمبر تسجل هاي المكالمات. في واحدة من هاي المكالمات بيحكي لها إنه هو موجود في باريس في أوروبا بيستمتع في إجازته، طبعا هو مفكرها ما بتعرف، وفعليا هو بيكون موجود في حفل أو زي تجمع لإضاءة الشموع عشان يعني تذكير أو إظهار مشاعر لهاي السيدة المختفية واللي هي ليسي. يعني قمة البشاعة صدقا. وخليني أحكي لكم كيف تعرف على أمبر. في مؤتمر من المؤتمرات اللي كان يحضرها في مدينة فريسنو، بيلتقي بواحدة من السيدات وبيعرض عليها علاقة فيزيكال. هون هي بترفض وبتحكي له أنه هي خاطبة، لكن في إلها صديقة عمرها 27 عام وهي يعني مش مرتبطة، فممكن أعرفك عليها. فعلا بتعرفوا عليها، وخلال فترة بسيطة جدا بتصير العلاقة بينهم علاقة غرامية جنسية، يعني أقل من شهر. بعد أسبوعين هي بتكتشف إنه متزوج، وبيرجع وبيكذب عليها الكذبة اللي حكيناها في البداية إنه هو كان متزوج. ويقال إنه أصلا إذا كان هو اللي تخلص من زوجته، فالدافع الوحيد هو هاي العلاقة اللي خلال شهر واحد فقط اتطورت.
المحققين بيطلبوا من أمبر إنها خلال واحدة من المكالمات تشدد على فكرة إنه هو ادعى إنه زوجته متوفية وفعلا بتتواصل معه وبتبدأ تحكي معه بطريقة إنك أنت كذبت علي وحكيت لي إنك زوجتك متوفية. في البداية بينكر تماما لكن في النهاية بيعترف، وهون كانت فرصة رجال الشرطة إنهم يرجعوا يستدعوه للتحقيق لأنه بدأ يحكي بطريقة إنه زوجته متوفية وفعلا بتم استدعائه للتحقيق. وبيكون المحققين أذكياء بحيث إنهم بيضعوا صورة إله مع أمبر داخل غرفة التحقيق. لما يدخل هنا بيكون متفاجئ وبيسأل سؤال غريب جدا، هل المفروض أكون أنا اللي بهاي الصورة؟ بيحكوا له أكيد إنك أنت، وإنه هاي إلك علاقة فيها وإنت أنكرت هاي العلاقة. بعد هيك على طول هي بتظهر على وسائل الإعلام، شوفوا كيف هم حاصروه بطريقة ذكية جدا. بتظهر على وسائل الإعلام وبتبدأ تحكي بطريقة إنه هي إلها علاقة بسكوت، وبتبدأ تحاول إنها تبعد نفسها لأنه ممكن هون يبدوا يتهموها بإنه هي إلها علاقة باختفاء ليسي. المهم إنه بعد هالمؤتمر الصحفي عائلة ليسي بينفصلوا تماما عن سكوت وبيبدوا يعلنوا إنه هم ما بيدعموه بيشكوا فيه، وبتبدأ الأمور تتطور بطريقة ضد مصلحة سكوت أكيد. وفي هاي الفترة بتبدأ والدة ليسي تتواصل مع سكوت وتتوسل إله إنه يعطيها أي معلومات عن مكان وجود بنتها، لكن ما بتتلقى منه أي إجابة نهائيا. وسائل الإعلام بتبدأ تهاجمه بطريقة يعني ملحوظة. هو بيرجع وبيبدأ يظهر على وسائل الإعلام مع إنه في البداية كان رافض تماما. لما يسألوه ليش أنت في البداية ما كنت تظهر على وسائل الإعلام وتطلب من الناس إنهم يساعدوك في البحث عن زوجتك، بيجاوب إجابة يعني أبدا مش منطقية، واللي هي إنه كان بده كل التركيز يكون على ليسي وما يكون التركيز عليه هو فقط. يعني إجابة غير مقنعة نهائيا. وأصلا كانت هاي اللقاءات سبب في ازدياد الشكوك في إنه هو الشخص المسؤول عن اختفاء زوجته. وخلال هاي الفترة اللي بيكون فيها هو يعمل لقاءات، وبتاريخ 13 أبريل من العام 2003 بيكون أحد الأزواج يمشوا كلبهم في منطقة قريبة من المنطقة اللي هو كان المفروض يصيد فيها، وهناك بيتم العثور للأسف الشديد على جنين واضح جدا إنه هو في مرحلة التحلل. وبعد يوم واحد فقط يعني بتاريخ 13/4 اللي هو أبريل من العام 2003 بيكون أحد الأشخاص أيضا يمشي كلبه وبينتبه إنه هالكلب بيعبث في منطقة معينة. لما يوصل لهاي المنطقة بيكتشف إنه هي جثة لسيدة. على طول بيتواصل مع رجال الشرطة اللي بيوصلوا وبيتوقعوا مبدئيا إنه هي جثة ليسي، لأنه واضح إنه السيدة اللي كانت أو جثة هاي السيدة هي لسيدة حامل من خلال الملابس اللي كانت ترتديها. جثة هاي السيدة وجدت على بعد ميل واحد فقط من المكان اللي وجدت فيه جثة الجنين. كانت في حالة سيئة جدا من التحلل لدرجة انه ما كان ابدا سهل التعرف انها اصلا جثة. الرأس كان مفقود، الايدين كانت مفقودة، الاقدام ايضا، حتى الاعضاء الداخلية من جسمها كانت مفقودة ما عدا الرحم فقط هو اللي كان موجود. على كل حال عطول بتم تحويل هاي الجثة أكيد مع جثة الجنين للطب الشرعي، وبيبدوا يتأكدوا إذا كانوا فعلا هم ليسي وجنينها اللي هو كونر. وبتاريخ أبريل 18 أبريل اللي هو 4 من العام 2003 بيتم التأكد من خلال فحوصات الدي ان اي انه الجثة هي تخص ليسي وجنينها اللي هو كونر. خليني احكي لكم بعض التفاصيل اللي بيحكيها الباثولوجيست فيما يتعلق بجثة الجنين، ما بعرف أنا شفتها ملفتة للنظر، واللي هي إنه ما كان عليها كمية كبيرة من التحلل لكن كان كأنه جزء منها مقطوع سبحان الله. وكمان البلاسنتا اللي هي المشيمة ما كانت موجودة بالإضافة للحبل السري. أتوقع إنه المشيمة في فترة من الفترات كانت تحمي الجنين داخلها.
بالنسبة لسبب الوفاة ووقت الوفاة أبدا ما عرفوا يحددوا، لأنه بنحكي عن فترة طويلة وداخل الماء، لكن انتبهوا إنه في 2 من أضلاعها كانت مكسورة، وحتى ما عرفوا يحددوا إذا هالكسر صار قبل ما هي تتوفى أو لا. وحسب تقرير الطبيب الشرعي دكتور برايان، خليني أعطيكم بعض التفاصيل، ما بعرف أنا بشوفها مثيرة من ناحية نفسية أكثر شيء، اللي هو إنه جميع أعضائها الداخلية ما كانت موجودة ما عدا الرحم هو اللي كان موجود، لهيك ممكن كان في نوع من الحماية متوفر للجنين خلال فترة وجودهم تحت الماء اللي استمرت تقريبا 3 شهور. بالنسبة لوجود الجنين في جهة والأم في جهة، بالعادة الأجسام بتنتفخ بفعل الغازات الموجودة فيها، وممكن توصل لمرحلة الانفجار، العفو منكم يعني. والطبيب الشرعي بيحلل إنه ممكن هي اللي صار مع ليسي والجنين، وعلى طول بتدخل جهاز الاف بي اي وبتبدا عمليه تفتيش واسعه. طبعا بالاول هم فتشوا بعض الاماكن، لكن هون صارت العمليه اكثر دقه، بفتشوا منزله، ايضا بفتشوا قاربه اللي هو قارب الصيد، بالاضافه للترك اللي يخصه، ايضا مستودع كان موجود له في واحده من المناطق، وبتم العثور على مجموعه من الادله. خلال تفتيش القارب بيعثروا على شعرة وبيأخذوها بقارنوها مع الشعر اللي من فرشاية ليسي، وفعلا بيكون مطابق. أيضا من خلال تفتيش أحد الأماكن اللي هو بالعادة بيخزن فيها أدواته، بيتم العثور على شغلة غريبة، واللي هي باودر معين بيتوقعوا أنه اسمنت، وتم استخدامه في تصنيع مرساة، أكثر من مرساة، هم بيتوقعوا أنه تم تصنيع 5، واحدة منها فقط وجدت، الأربعة الباقيين بيتوقعوا أنه هو استخدمهم حتى يربطهم بجثة ليسي عشان ما تطفو على وجه الماء وتنزل في قاع البحر. وبعد عدة أيام فقط وبتاريخ 18 أبريل من العام 2003، بيتم القبض على سكوت في مكان قريب على واحد من ملاعب الجولف، بيحكي لهم أنه هو كان رايح يلعب جولف هو والده وأخوه في هالمكان. لما يفتشوا سيارته بيشوفوا أشياء غريبة داخل السيارة، من ضمنها مثلا مبلغ $15,000، بينتبهوا على وجود عدة تخييم، واضح جدا أنه هو كان ناوي يسافر أو يترك المكان أو يتخبى في الغابات، بالإضافة لأشياء غريبة زي مثلا رخصة السواقة الخاصة بأخوه، ولما يسألوه ليش معه بيحكي لهم أنه هو استخدمها حتى يأخذ خصم من ملعب الجولف، يعني إجاباته ما كانت مقنعة، بالإضافة لذلك بيكون هو كله شكله غريب أصلا، صابغ شعره باللون الأشقر، فكان واضح لرجال الشرطة أنه هو عنده نية للهروب من المكان. لا، وكمان بيحصلوا معه مجموعة من أقراص الفياجرا، ما بعرف شو خاطر عباله في هذيك الفترة. على كل حال أيضا بيتم العثور على خارطة تخص المكان اللي تعمل فيه صديقته اللي هي أمبر، بتتذكروها، وبيحكوا أنه هو كان عنده خطة ممكن حتى يروح يقتلها لأنها هي الشاهد الوحيد ضده، وبعد هيك يهرب أو يمكن يواجه القضاء بطريقة أو بأخرى. محاكمة سكوت بتبدأ بتاريخ 1 جون من العام 2004، بالمناسبة هم ما عملوها في نفس المدينة اللي كان يعيش فيها لأنه كان في كمية كبيرة من العداء اتجاه الشخص. على كل حال بتبدأ المحاكمة، ومحامي الدفاع بيحكي في دفاعه عن سكوت أنه صحيح هو شخص خائن، لكن أبدا مش شخص قاتل، ما كان عنده أصلا استراتيجية واضحة للدفاع عن موكله. محامي الدفاع كان يحكي بطريقة يعني إلى حد ما فيها شيء من المنطق، مع أني أنا مش مقتنعة فيها، واللي هي أنه ما في أدلة مادية قوية ضد سكوت، زي مثلا فكرة المرسال اللي حكى فيها المدعي العام، مع أنه بحثوا في المارينا أو في المنطقة المائية عن هالمرساة، لكن ما تم العثور على أي واحدة منهم. المدعي العام بيحكي على الأقل في منهم 4. أيضا فكرة ثانية بيحكي فيها المحامي أنه ممكن شخص معين خطف ليسي وهي حامل، انتظرها لما ولدت، وبعد هيك قتلها ورماها في الماء، عشان هيك كان الجنين في حالة جيدة.
أيضا المحامي ذكر شغلة اللي هي إنه في مرة من المرات في سيدة من بائعات الهواء سرقت مجموعة من الشيكات من بريد العائلة، وتوقع إنه ممكن يكون إلها علاقة في جريمة القتل، لكن المدعي العام والمحققين أغفلوها تماما. وهلا رح أحكي لكم عن وجهة نظر المدعي العام. حكينا أول شيء كانت في شعرة موجودة في القارب طابقوها مع شعر ليسي وكانت مطابقة. من الأمور اللي حكى فيها المدعي العام اللي هي التغيير اللي كان على مظهر سكوت، واضح جدا انه هو كان في مرحلة التخفي. ايضا هو اشترى سيارة باسم والدته اللي كان مسافر فيها، دليل على انه ما بده حد يتبع امور كثيرة تخصه. ايضا من الامور اللي ذكرها المدعي العام انه سكوت بعد ما اختفت زوجته بفترة قصيرة جدا اضاف قناتين من القنوات اللي بتعرض الافلام الاباحية على خطة التي في تاعته، هناك بيشتروها مشترى يعني مش مجانا التي في. على كل حال دليل على انه هو عارف انه زوجته ما رح ترجع على البيت، لانه كان معروف عنها انها بترفض هاي الامور تماما. بالإضافة لفكرتين خطيرات جدا واللي هي أنه بدأ يبيع بسيارتها لليسي، يعني المفروض أنه ينتظر أقل ما فيها ممكن ترجع وترجع لسيارتها، بالإضافة لأنه أيضا بدأ يعرض فكرة أنه هو يرغب في بيع المنزل. المدعي العام ذكر نقطة مهمة جدا وهي أنه وجدوا على كمبيوتر وعمليات بحث عن المد والجزر وحركة المياه في المنطقة اللي هو المفروض أنه تخلص من جثة زوجته فيها، لكن طبعا هنا الدفاع حكى أنه هو كان يبحث عن هاي الأمور لأنه رايح في عملية صيد عادية، ممكن الأشخاص اللي بروح يصيدوا يبحثوا في هاي الأمور. بالنسبة للمدعي العام بيحكي انه الدافع الوحيد كان هو علاقته الجديدة مع هاي البنت اللي هي امبر، هو خلاص صار انفولفد في علاقته معها مع انه ما استمرت اكثر من شهر فقط، وكان بخبرها انه زوجته توفت وما في مجال للتراجع، بدأ يخطط انه يقتلها ويتخلص منها. كمان فكرة اصلا حملها بالنسبة له كانت مزعجة، هو ما كان ابدا من اصحاب فكرة الاستقرار بهذه الطريقة، خصوصا انه كان خلال سفراته معروف عنه انه له عدة علاقات غرامية. وبتاريخ 12 نوفمبر من العام 2004 وجدوا مذنب بجريمتي قتل، جريمة قتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بزوجته، وجريمة قتل من الدرجة الثانية فيما يتعلق بالجنين كونر. بيتم الحكم عليه بالإعدام بالحقنة السامة، وأيضا يدفع غرامة وقدرها 100,000 دولار اللي هي كانت تكلفة مراسم العزاء اللي صار لليسي. يقال انه هيئة المحلفين حكموا عليه من خلال سلوكه داخل المحكمة، كان واضح عليه انه هو يعني جامد غير متفاعل مع الاحداث، ما في نوع من الاسف او الحزن على ملامح وجهه حسب رأي هيئة المحلفين. وهيك تقريبا انتهت قصتنا، بس الناس اللي بعدهم عندهم رغبة في سماع بعض التفاصيل خليكم معي شوي. في شهر أكتوبر من العام 2005 بيكون في وثيقة تأمين بقيمة 250,000 دولار المفروض سكوت هو المستفيد منها، القاضي بقرر انها تروح قيمة وثيقة التأمين لوالدة ليسي. وفي معلومة غريبة بحب أذكرها وما أنساها، إنه في سبتمبر اللي هو شهر 9 من العام 2006 أحد أعضاء مجلس الكونغرس السابقين وكان اسمه ويليام بيرسل رسالة للمدعي العام في ولاية أو في مدينة كاليفورنيا، بيحكي فيها إنه ممكن تكون جريمة القتل إلها علاقة بعصابة من عصابات عبدة الشيطان، وإنه الزوج ما له علاقة فيها نهائياً. وأكيد كالعادة بصير عدة محاولات للاستئناف استمرت من عام 2012 وحتى العام 2020، في النهاية صدر حكم بإلغاء حكم الإعدام وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. على كل حال هو الآن موجود في السجن، ويقال أنه على حائط الزنزانة اللي بيعيش فيها موجودة صورة إله لزوجته على حائط هالزنزانة الصغيرة. بالنسبة للعشيقة اللي هي أمبر فهي ما زالت تعمل في مجال النوادي المساج، وهي أم عزباء وعندها طفلين، وبترفض أنه يكون إلها أي علاقة بحياتها مع سكوت أو أنه يربطوها يعني وسائل الإعلام مع هالشخص في الوقت الحالي.
وآخر معلومة بحب أحكيها إنه انعمل فيلم عن قصة هاي البنت اسمه The Perfect Husband، فيلم تلفزيوني، بالإضافة لعدد أيضا من الكتب، أتوقع أكثر من 5 كتب. واحد من هاي الكتب عفوا كتبته والدتها اسمها فور ليسي، وأيضا في كتاب تاني اسمه A Deadly Game بيشرح تفاصيل كاملة للي صار مع ليسي، بالإضافة لكتاب كتبته أمبر، لكن هي بتنكر أنه استوحته من القصة، لكن في إشارات تشير إلى أنه هي استوحته من قصة ليسي، والله أعلم. على كل حال كانت هاي نهاية قصتنا الطويلة لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبتكم تحطوا لي لايك، تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم أي فيديو جديد، وإلى لقاء في فيديو قادم.